نتحول لضيف آخر عبر الهاتف مشاهدينا الكرام، ومعنا عبر الهاتف المهندس أحمد العدلاني مدير إدارة الدعم الفني لشركة المقاولون العرب. مساء الخير يا باشمهندس أحمد، تحياتي لحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا بحضراتكم جميعا. أهلا بيك، والحقيقة مش عارف أهنيك ولا نهنئ أنفسنا ولا نهنئ مصر كلها. بصراحة أنا عايز التهنئة تعم، يعني مش عايزها تخص شركة فعلا. المقاولون العرب. يعني أنا بشكرك إن أنتم بشكل أو بآخر شرفتونا، ويعني رفعتوا اسم بلدنا في مسابقة مهمة زي دي. مش عارف الموضوع بقى نبتدي منين، يعني إن صح التعبير جت إزاي الحكاية ديت؟ أول مرة يعني شركة في هذا السباق على مدار 9 سنوات تأخذ 5 جوائز مرة واحدة، ومن بينهم الجائزة الأولى. بالظبط يا فندم. الحقيقه الاول خليني اشكر سياده الرئيس السيسي ووزاره النقل والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ووزاره الاسكان على دعمهم الكبير لينا وعلى انا قلت لحضرتك احنا هنشكر مصر كلها وهيئه نقل الانفاق طبعا والشعب المصري وكمان المواطن المصري العامل المصري صحيح العرب 80,000 عامل بنهدي لهم كلهم الانجاز العظيم اللي اتحقق النهارده ده. جميل. 4 مشروعات اقوياء جدا، مشاريع نهضه عمرانيه البلد بتعيشها. الحقيقه من كلام حضرتك يا باشمهندس احمد، يعني طبعا شركه المقاولون العرب معروفه بعراقتها وبتاريخها وبدورها حتى في دول كتير خارج مصر، في افريقيا وفي اوروبا الشرقيه وفي دول كتير عبر العالم، لكن كمان حضرتك بدات بدايه صحيحه. اظن انه الدعم الرئاسي لمثل هذه المشروعات والتوجهات الرئاسيه لمثل هذه المشروعات العملاقه هي اللي وضعت المقاولون العرب واسم مصر في هذه المكانه الان. بالظبط يا فندم، بالظبط. الحقيقه فعلا في سبورت جامد جدا جدا من القياده السياسيه ان احنا نصدر صناعه التشييد سواء في افريقيا او في الوطن العربي، وده حضرتك ممكن برضو تلاحظه في سد تنزانيا اللي بنقوم بتنفيذه هناك في تنزانيا مع اشقائنا في دول حوض النيل. يعني مشروع كبير جدا ضخم جدا، وان شاء الله برضو يكون له حظ في الجوائز اللي الشركه بتحصدها. انا المشروعات كلها يا باشمهندس احمد، يعني ترميم المعبد اليهودي ده مشروع طبعا له قيمته الاثريه والتاريخيه والحضاريه، فكره بناء برلمان جديد في العاصمه، طبعا احنا عارفين حجم هذا البناء قد ايه ممكن يكون ضخم ويعني وتحفه معماريه، اضافه للمشروعات العملاقه بقى اكبر مشروع محطه معالجه مياه والمراحل الجديده في مترو الانفاق. يعني لقطات الفيديو اللي بنشوفها على الهواء مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام بتقول انه كان في عمل جبار، ده اعماق صحيقه، ويعني لا حضرتك تدينا يعني تحطنا في قلب احساسنا بحجم هذه المشروعات. يعني لا هو انا يعني الحفله حتى بتاعت ايه العرض دلوقتي المجله الامريكيه دي مجله اشهر مجله امريكيه في العالم، الجائزه اللي احنا خدناها في بحر البقر محطه مياه بحر البقر دي جائزه احسن مشروع في العالم. تخيل حضرتك زي الاوسكار كده مثلا في الافلام، هم مسمينها اوسكار افضل لاعب في العالم. دي دي اكبر جائزه، فده يدل على حجم الانجاز، اكبر محطه ووتر تريتمنت تحليه مياه في العالم. 3 جينيس وورلد ريكورد، 22 مليون ساعه عمل بدون اي مشكله في السلامه والصحه المهنيه وبافضل كواليتي في الوقت البرنامج الزمني بتاع المشروع. مشروع زي ترميم المعبد اليهودي رساله حب وسلام لكل العالم من الشعب المصري كل العالم، يعني بيتضافر المسلمين والمسيحيين لترميم معبد يهودي يعني من سنه 1800، زي ما شركة المقاولين العرب برضو رممت الجامع الأزهر من 2000 سنة، وزي ما رممنا الكنيسة المعلقة بنرمم المعبد اليهودي. هو طبعا المسجد الأزهر طبعا عمره تعدى 1000 سنة، فعلا هو تم بناؤه في عام 973 ميلادية، بالفعل عدى عليه أكثر من 1000 عام. وطبعا أنا يعني عايز أسأل حضرتك، معنوية فقط ولا في قيمة مادية هتستفيد منها شركة المقاولون العرب لوحدها؟ عايزين نستفيد معاكم. لا هي القيمة في الأساس قيمة معنوية. جميل.
لكن يعني بالنسبه لعالم الانشاءات يعني حجم الريكوجنيشن او التسويق والاعتراف وان كل شركات المقاولات في العالم بتتابع المسابقه دي، قيمه الاسم في حد ذاتها ده مكسب مادي كبير حتى لو كان معنوي فقط. صحيح جدا جدا يا فندم. طبعا انا كان قصدي ان انا ادعبك بالفكره، احنا كلنا مستفيدين ونتمنى لكل اوجه الحياه في مصر الاستفاده من كل المشاريع اللي بتقام على ارضها الطيبه الطاهره، وكل الامنيات والتوفيق لشركه المقاولون العرب. اذا كنتم حصلتم على 5 جوائز السنه دي، اتمنى تحصلوا على 6 و7 و8 و10 السنه الجايه ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا شركه المقاولات الوحيده اللي واخده 4 جوائز في الحفل. ده هو مشروع واخد من مشروع من مشروع 9 سنين، مشروع بحر البقر لوحده واخد جائزتين يا باشمهندس احمد. جائزه ووتر بروجكت اوف ذا يير، افضل مشروع مياه في العالم. أيه. وافضل مشروع في العالم. هو واخد جائزتين، كونه افضل مشروع معالجة مياه وكونه افضل مشروع على الاطلاق في الانشاءات هذا العام. كل تحية وبالتوفيق، وبشكرك وبتمنى لكم التوفيق. مهندس احمد العدلاني مدير ادارة الدعم الفني لشركة المقاولون العرب، شكرا جزيلا.